مساء الخير وتحياتي ليكم. حلقه جديده من السادسه، اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده في موسم لم ينتهي بعد. الموسم مازال طويل وممتد، عندنا بطولتين في منتهى الاهميه في توقيت من الطبيعي جدا ان احنا نكون بنتكلم على فتره نهايه موسم، لكن هذا هو واقع الحال عندنا في مصر، وما زال السيناريو او المسلسل يتكرر موسم بعد موسم. لكن خد بالك عزيزي الاهلاوي من الفخ او الكمين، واحسب معايا وعد ورايا. حسين الشحات في ام صلال، وفي سيناريو اخر في الزمالك المصري. احمد عبد القادر في سيسكا موسكو، وفي سيناريو اخر ايضا في الزمالك المصري. حمدي فتحي في الوكره القطري. محمد عبد المنعم بيرسيتاو، ومروان عطيه الى اوروبا، وتحديدا يعني زي ما اتقال انجلترا واسبانيا وفرنسا. اليو ديانج عروض تنهال عليه من تركيا ومن الخليج ومن بعض الانديه الاوروبيه. عمرو السوليه في سبيله الى الرحيل للدوري الاماراتي، وكهربا في سبيله للرحيل للدوري السعودي. كلها انباء تتردد عن ميركاتو الاهلي وعن رحيل عدد من لاعيبه النادي الاهلي، او يكاد يصل عددها تقريبا لفريق كامل. والشناوي كمان يمكن دخل في القصه وتم الاعلان عن انه في بعض الانديه السعوديه وفي منها نادي سعودي حسم بالفعل اتفاق مع محمد الشناوي للرحيل بدايه من الموسم القادم. انا بكلم حضرتك واحنا عندنا بطولتين في منتهى الاهميه لم ينتهوا بعد. اذا كنا بنتكلم من حيث الاهميه فانا اعتقد انه الدوري المصري بالنسبه لجماهير النادي الاهلي يجي في المقدمه، بنعتقد واحد من اهم الالقاب، اهم من السوبر، اهم من الكاس اللي حققناه، واهم من الكاس اللي باذن الله ان شاء الله قادرين نحققه، وبالتالي التوقيت مهم جدا. واحنا في اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها النهارده 20 يونيو، النهارده 20 يونيو الساعه لسه ما جاتش 6:05. بقول لحضرتك انه 90% من هذه الاخبار كاذبه، وانه ال 10% ما زالت غير مؤكده بعد، يعني حتى اللي فيها ممكن يكون قريب من الحقيقه رسميا لم ينتهي بعد، ومن الوارد بين كل لحظه والتانيه الامور تختلف جمله وتفصيلا. لكن الاكيد بالنسبه لي، ودي وجهه نظر مش معلومه، انه الاهلي مستحيل يفرط في هذا الكم من اللاعبين، ومستحيل يفرط في قوام اساسي لفريق. عمليات الاحلال والتبديل ممكن تكون مهمه جدا في التوقيت ده، انا هكلم حضراتكم على ده في حلقه النهارده، لكن بالتاكيد مش ممكن تحصل بهذا الكم، لانه ده بشكل كبير جدا ياثر. والقصه مش قصه امكانيات، انت ممكن، وانا دايما في عندي قناعه بتقول انه انت قادر تستغنى عن اي لعيب مهما كان حجم امكانياته ومهما كانت صعوبه تعويضه، لكن في فريق زي النادي الاهلي، في فرقه زي النادي الاهلي، انت قادر تقدم او تصنع غيره عشرات وعشرات. وعندنا دروس كتيره جدا، اسماء من العيار الثقيل في كل الاجيال، كل جيل هتلاقي اسم واتنين افتكروا ان الاهلي مش ممكن يستغنى عنهم، وقد كان ومشيوا والاهلي ما تاثرش والبطولات ما انقطعتش عن النادي الاهلي من ايام كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن عصام الحضري وكابتن ابراهيم سعيد وكابتن عبد الله السعيد وكابتن رمضان صبحي واسماء تانية غيرها كتير. افتكرت في يوم من الايام انها ممكن تكون اكبر من النادي الاهلي، وافتكرت في يوم من الايام انه رحيلهم عن النادي الاهلي ممكن ياثر. كلهم كانوا قيمه فنيه كبيره جدا، محدش يقدر يختلف على اسم حسام حسن وابراهيم حسن، ولا يختلف على عصام الحضري اللي انا ممكن شخصيا اشوفه يمكن يكون افضل حارس مرمى في تاريخ مصر بارقامه بانجازاته باللي حققه الحقيقه سواء مع النادي او مع المنتخب. هو بالتاكيد حتى ان لم يكن الافضل هو واحد من افضل حراس مرمى في تاريخ مصر كلها. ابراهيم سعيد شفته الحقيقه نموذج للاعب مصري محترف كان ممكن بامكانياته يتخطى محمد صلاح. شفت عبد الله السعيد في وقت من الاوقات افضل صانع العاب في مصر، ويمكن حتى بعد رحيله عن النادي الاهلي احتفظ لفتره طويله جدا بمستواه، ومع ذلك الاهلي ما تاثرش. رمضان صبحي نفس حكايه، الاهلي ما تاثرش، بالعكس يمكن في الفتره حتى لو اتكلمنا مؤخرا رمضان وعبد الله السعيد وكانوا اثنين من عماده الاهلي الرئيسيه وما حققناش افريقيا، وبعد رحيلهم الاهلي في نهائي افريقيا بشكل عرض مستمر. ففي النهايه رحيل اسم او مجيء اسم اخر بالتاكيد مش هيهز كيان بحجم النادي الاهلي، لكن في النهايه الاهلي مش ممكن يتخلى عن كل الاسماء دي مرة واحدة، وخصوصا طبعا انك انت داخل على سيزون صعب جدا، محتاج فيه كل العناصر، محتاج عناصر الخبرة اللي النهاردة بقت متوفرة تقريبا في كل قوام
الرئيس للنادي الاهلي. النهارده الفرقه دي لعبه 4 نهائي دوري ابطال وكسبانه 3 منهم، ولعبه 3 نسخ كاس عالم وجايبه 2 سوبر افريقي. فانت بتتكلم على كم من تراكم الخبرات اللي مش ممكن ابدا تعوضه في يوم وليله او ما بين سيزن والتاني. نيجي للقصه الثانيه المرتبطه بالاهلي رقميا. انا دايما بحب لغه الارقام لما اجي اقيم او اجي اشوف مشوار مدرب او مشوار لاعب او مشوار فريق، بحب دايما الجا للغه الارقام، لانه ما عدا ذلك هنتفق ونختلف. في واحد ممكن يشوف اكس واي زد من اللاعبين هو الافضل في تاريخ النادي الاهلي، واحد تاني يقول لك لا هذا لا يصلح اساسا. فهتبقى الامور عليها فيها وجهات نظر، لكن لما نيجي نتكلم على الارقام، الارقام بتدي دلالات كبيره جدا وبتنور لمبات في توقيت مهم جدا. الاهلي رقميا السنه دي مع مارسيل كولر يمكن يكون الموسم الافضل للاهلي على مدار الاربع مواسم الاخيره. لو خدنا فتره ما بعد فايلر، وبما فيهم فتره فايلر، حتى خدنا فتره فايلر، فتره موسيماني، مش هحسب فتره سواريش فتره لانه الحقيقه الراجل لم يختبر يعني، وفتره مارسيل كولر، هتشوف انه الاهلي رقميا هو الافضل على الاطلاق. لما اتكلم على المستوى الافريقي او المستوى القاري والمستوى المحلي، الحقيقه الدروبات الاهلي في الموسم الحالي يمكن تكون الاقل. في الدوري المحلي الاهلي ما خسرش ولا مباراه، وما زال طبعا احنا تاخرنا دلوقتي في الترتيب، بس لينا 6 مباريات اعتقد مؤجله يصححوا الاوضاع، لانه الفرق بيننا وبين بيراميدز المتصدر مجرد نقطتين. يعني مباراه الاهلي مع الحرس الحدود اللي جايه تخليك تركب او تعدي البيراميدز وتركب صداره الجدول مره ثانيه ان شاء الله باذن الله ما ننزلش عنها لغايه لما نحسب اللقب رسميا. محليا تفوقت على المنافسين المباشرين ليك في كل البطولات، سواء كاس مصر، سواء امام بيراميدز، سواء سوبر مصري امام الزمالك في بدايه الموسم، سواء سوبر محلي. نيجي لافريقيا، وافريقيا هنا بتدينا جرس انذار. صحيح الاهلي وخصوصا في المراحل او الادوار الاقصائيه، سواء دور تمهيدي امام اتحاد المنستيري، او بعد كده امام الرجاء، او امام الترجي، او امام الوداد، لم يخسر مباراه. خليك فاكر انه الاهلي ما خسرش ولا مباراه. اتحاد المنستيري تعادل ثم فوز في القاهره، الرجاء مكسب في القاهره ثم تعادل في كازابلانكا، الترجي فوز ذهابا وايابا، والوداد المغربي او الوداد البيضاوي في نهائي البطوله مكسب في القاهره وتعادل في كذا. يبقى رقميا في الادوار الاقصائيه انت اديت مستوى عالي جدا وما خسرتش ولا لقاء، بما فيهم اللقاءات اللي جمعتك بعد طوله القاره. طيب الدروبات حصلت فين؟ الدروبات حصلت في دور المجموعات، دروب امام الهلال السوداني في السودان، ودروب امام سان داونز في جنوب افريقيا، ده قاريا. عالميا دروبات اللي حصلت في بطوله كاس العالم كانت امام فلامينجو، وهي بشكل من الاشكال ممكن تكون مقبوله او منطقيه، وامام ريال مدريد وهي بالتاكيد منطقيه. يعني الطبيعي انه لو في 10 مباريات بتلعبوا بين الاهلي والريال، الاهلي يكسب مباراه او اثنين والريال يكسب 8 مثلا يعني، او يكسب الاهلي مباراه والريال يكسب 9، احسبها زي ما تحسبها. الفوارق كبيره لازم نبقى متفقين. لكن هو السؤال هنا والهدف من ورا الكلام ده ايه؟ انه ازاي يقلل الاهلي حجم الفوارق اللي موجوده بينه وبين منافسيه في المستويات الاعلى، وازاي يبعد ويوسع الفوارق اللي بينه وبين المنافسين في المستوى الادنى. يعني وانت رايح بطوله كاس العالم اللي جايه بالتاكيد يهمك تقلل الفوارق اللي بينك وبين الفرق اللي هتبقى موجوده في البطوله، عشان يكون عندك فرصه للمنافسه على تحقيق انجاز جديد، والانجاز الجديد يحتم على الاهلي الوصول لنهائي البطوله، ما لم نقع في مواجهه مانشستر سيتي عشان نبقى متفقين يعني. الفوارق في بطوله افريقيا احنا اعتقد طبعا انت النهارده بتنافس تحديدا الوداد، الترجي، سان داونز، قولا واحدا، واي حد يقول غير كده يبقى بعيد عن الامر الواقع. الوداد هو المنافس الرئيسي من وجهه نظري، الفرقه دي وصلت مربع ذهبي في 4 نسخ اخيره. خرجت قدام النادي الاهلي في قبل النهائي لما كسبناهم ذهابا وايابا في نسخه البطوله 9، النسخه اللي فزنا فيها في النهائي على الزمالك، وخرجت ايضا من الدور قبل النهائي في النسخه اللي بعدها لكن امام كايزر تشيفز، وتاهل كايزر تشيفز لمواجهه الاهلي في النهائي، ثم واجهت الاهلي في النهائي في الموسم الاخير، واجهت الاهلي في النهائي في الموسم ده. فبالتالي لازم تعتبر انه فريق الوداد هو اقوى فريق على مستوى منافسه الاهلي في قاره افريقيا، مع كامل الاحترام والتقدير لامكانيات سان داونز اللي بعتبر واحد من افضل الفرق في افريقيا اللي بتلعب كوره، لكن نتائجه
ارقامه ما بتعكسش ده، لكن يظل واحد من كبار قاره افريقيا، ومش ممكن حتى لو كان في دروب او في اخفاق في موسم او اتنين بالنسبه للترجي تستبعد الترجي كواحد من اكبر انديه القاره الافريقيه، وخصوصا انه في السنوات الاخيره كان ايضا حاضر في المباريات النهائيه، بل انه حقق لقبين قبل ما الاهلي يعني يستحوذ على القاب القاره الافريقيه. هل الفوارق ضاقت وانت رايح لسوبر ليج؟ لازم الاسئله دي نجاوب عليها. هل الفوارق ضاقت وانت رايح لسوبر ليج افريقي، وانت رايح لبطوله كاس عالم، وانت رايح لموسم على المستوى الدولي كمان؟ ما تنسوش احنا في يناير اللي جاي، يعني كمان تقريبا ست شهور عندنا البطوله الافريقيه، في شهر خمسة او ستة اللي جاي مش عارف تحديدا، لكن عندنا اولمبياد باريس، فالموسم اللي جاي كمان موسم شاق ومرهق على اللاعبين المصريين بشكل عام. وبما انه لعيبه الاهلي هي اللعيبه اللي بتمثل قوام اساسي لمنتخبات مصر اولمبيكان او اول، فاعتقد انه هيكون موسم في منتهى الصعوبه، يجب ان احنا ننظر ليه بشكل مختلف. اخبار الاهلي ايه؟ تمرينه النهارده فيها ايه؟ بعد عوده طبعا النهارده اول تمرينه للنادي الاهلي بلاعبيه مكتملين، عوده طبعا السداسي اللي كان شارك في مباراه مصر وجنوب السودان الوديه، عادوا النهارده مره ثانيه للمشاركه في المران بعد ما اشترك حمدي فتحي والشناوي ومنعم في تمرينه امبارح. النهارده الاهلي بيخوض مرانه الاول مكتملا منذ نهائي بطوله دوري الابطال، استعدادا ل موقعة حرس الحدود إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي بعد بكرة، فنتمنى التوفيق لرجالتنا. هنتابع تمرينة النادي الأهلي وهنتابع أخباره، هنتكلم النهاردة في كل ملفاتنا وموضوعاتنا مع نجم كبير الحديدي، عمرو الحديدي هو نجمنا وضيفنا في السادسة النهاردة. قبل ما نبدأ حلقتنا فاصل سريع ونرجع لحضراتكم. مفيش شك طبعا يعني فكرة العوائد المالية اللي بتعتبر جزء اساسي من مصادر تمويل الانديه في العالم كله، واحنا مش خارج سياق العالم، يعني احنا خارج سياق العالم في حاجات تانية، لكن قصه الكلام بقى على المسابقات والجداول، وانتوا عندكم موسم اللي جاي النهارده الاتحاد الافريقي بعت الاتحاد المصري بيخطروا انه 30 يونيو هو الميعاد الاخير لارسال قائمه الانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه. السيناريو والفيلم طبعا اللي بيتكرر كل سنه، بما انه المسابقه عندنا ما زالت ممتده، ويمكن الترتيب ما يتغيرش بحكم انه المنافسه ضعيفه يعني، بس مش دي القصه برضو، يعني مش مفترض انك انت تبني الاجنده بتاعتك او جداول المسابقات بتاعتك على اساس انه الترتيب معروف مسبقا يعني، وده بيخلق مشاكل وبيعمل حساسيات عند الناس. يعني لغايه النهارده الناس مش مقتنعه، بطل افريقيا السنه اللي فاتت اللي شارك في دوري الابطال كان يعني طبعا عن قصد او دون قصد، عن جهل، هو غالبا عن جهل يعني او عن علم، دي قصه تانية، لكن فكره ان الاهلي يلعب في دوري الابطال وهو كان ترتيبه في نهايه البطوله الثالث لانه القواعد اللي تم الاتفاق عليها، وزي ما بيقولوا العقد شريعه المتعاقدين، انه لو البطوله ما خلصتش هناخد ترتيب البطوله بعد انتهاء مباريات الدور الاول، وهو ما ينطبق ايضا على الموسم الحالي. يعني الاهلي النهارده في صداره جدول الترتيب، لو الاهلي كان مفنش بطولة الدور الأول في الدوري ثالث أو رابع ما كانش هيلعب السنة الجاية دوري أبطال وهو البطل. ما دام تم الاتفاق أو ما دام تم إرساء قاعدة والجميع اتفق عليها وقبل بالعمل بيها، محدش يرجع بعد كده يتكلم ويفتح في القديم يا جماعة، ومحدش يحاول يضلل الجماهير أو يضحك على جماهيره أو يديهم يعني حقنة مسكنة عن غير حق. الوضوح، وبعدين النهارده في يوتيوب ممكن نرجع له، وفي سوشيال ميديا ممكن نرجع لها، وفي حاجات كتيره جدا بتوثق كل كلمه وكل اتفاق وكل تعاقد تم ازاي، وبالتالي سهل جدا الرجوع ليه. صعب انك انت تضحك على الجمهور، يمكن سهل انك تضحك على الجمهور بعض الوقت، لكن صعب قوي انك تضحك عليه طول الوقت. لكن خليني اقول مره ثانيه انه الموسم اللي جاي صعب جدا 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 على الكره المصريه، الموسم ده بالتاكيد مش هيخلص في 30/6، وبالتالي هو الاتحاد من جهته اتحاد الكره المصري قال او طلب من الاتحاد الافريقي انه يدي مهله شويه لغايه لما يتم حسم البطولات المحليه واللي على اساسها هيتحدد الترتيب النهائي، وبالتالي يتم ابلاغ الاتحاد الافريقي بالانديه اللي هتشارك في دوري الابطال او الكونفدراليه. اذا ما لجانا لقاعده مباريات او نتائج الدور الاول في بطوله الدوري، هيكون الاهلي وبيراميدز في بطوله دوري الابطال وفيوتشر والزمالك في الكونفدراليه. إذا كان في مهلة علينا أن احنا ننتظر، لأنه المسافات ما بين التاني والتالت والرابع ممكن تبقى ضيقة شوية، وممكن اللي جاي فيما تبقى من الموسم يغير شوية في الترتيب، لكن الأقرب أنه الأهلي وبيراميدز هم اللي هيشاركوا في دوري الأبطال، و
بيراميدز هتكون مشاركه اولى في دوري الابطال، سنه اولى دوري ابطال، نتمنى لهم التوفيق، والزمالك وفيوتشر في الكونفدراليه برضو طبعا اكيد، بما ان هم يعني انديه مصريه لازم نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى انه ليه لا ما يكونش سوبر افريقيا مصري خالص ما بين فريقين مصريين او ما بين الاهلي وفريق مصري يعني. على كل الاحوال اغلب الظن انه لانه كمان القصه في مصر بتتشابه مع بعض الدوريات اللي ما زالت ممتده لغايه دلوقتي، فمن الوارد انه يتم تأجيل شوية، خصوصا أنه في خطاب الاتحاد المصري للاتحاد الأفريقي قال لهم أنه في عدد من المسابقات في عدد من البطولات أو الدوريات في أفريقيا لم تنتهي، وما فيش أي ارتباطات تستدعي أن احنا يعني يبقى في تعجل في موضوع إرسال القوائم الأندية المشاركة، وبالتالي من الوارد الاتحاد الأفريقي يوافق على أنه يمد المهلة الخاصة بإرسال الأندية. طيب خلينا نتكلم على منتخب مصر. طيب انا منتخب مصر هاجل ملفه شويه، طبعا فيتوريا بيتكلم على انه يعني عنده رغبه في انه يلعب مباريات وديه قويه في شهر سبتمبر اكتوبر اللي جاي، واتكلم على الظروف والملابسات الخاصه بسيناريو مواجهه جنوب السودان، لكن انا عندي كلام كتير عن المنتخب المصري وعندي كلام كتير عن مستر روي فيتوريا، هاجله طبعا مع نجمنا كابتن عمرو الحديدي، معانا سكايب مهم جدا من واحده من افضل الخبرات اللي كانت موجوده في المانيا، سواء مع انديه بحجم بايرن ميونخ او سواء مع انديه بحجم باير ليفركوزن. خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدا حوارنا مع ضيفنا في السادسه. حوار طويل مع الانديه الالمانيه ادى لاكتشاف كتير من الاسماء وكتير من النجوم اللي من العيار الثقيل واللي اثروا بشكل كبير جدا في مسيره الكره الالمانيه سواء على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات. مايكل ريشكي المدير التقني السابق لنادي بايرن ميونخ ومدرب ايضا ليفركوزن السابق هو ضيفنا في السادسه. اهلا وسهلا بك، بشكرك طبعا على مشاركتك معنا، واهلا وسهلا بيك في السادسه. تحياتي للقاهره وتحياتي لكل مشجعي النادي الاهلي، انا سعيد جدا انني متواجد معكم على شاشه قناه النادي الاهلي. شرف لينا استمرار تواصل مع نادي كبير طبعا بحجم بايرن ميونخ، وانت الحقيقه يمكن في فتره تواجدك في البافاري كان ليك افضليه واسبقيه كبيره في تقديم عدد من الاسماء، بس قبل ما ادخل في الملفات والموضوع خليني اعرف معاك عن الكره الالمانيه بشكل عام. يعني من وانا صغير جدا من اول ما فتحت عيني على كره القدم العالميه وانا بشوف دايما المنتخب الالماني مرشح اول او مرشح من المرشحين الكبار للمنافسه على اي لقب حتى وان كانت بطوله كاس العالم، ونفس الامر ينطبق على الانديه الالمانيه وخصوصا طبعا نادي بايرن ميونخ. لكن السؤال ليه حصل تراجع بشكل عنيف في الفترة الأخيرة على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخب بداية من بطولة كأس العالم في قطر، خروج الأندية الألمانية من المنافسة على الألقاب الأوروبية مبكرا، كل ده بيقول إنه في مشكلة أو في حالة تراجع، تفسيرك ليها إيه على مستوى الكرة الألمانية بشكل عام؟ وخسارة طبعا أمام بولندا في المباراة الودية الأخيرة. دعني أوضح، نحن لم نكن سيئين بهذا الشكل أعتقد في المباراة الأخيرة أمام بولندا أو أمام كوستاريكا، ظهرنا بشكل جيد حتى الدقيقة 70، ولكن من وجهة نظري كان هناك بعض سوء التوفيق من وجهة نظري. هل بتشوف أنه هانس فليك قادر على الاستمرار في مهام عمله سواء في التحضير للمشاركة في يورو 2024 أو في بطولة كأس العالم من بعدها 2026، ولا تتوقع أن يكون في تغيير؟ هانزي فليك نعم بدأ مع بايرن ميونخ وحصل على كل البطولات السداسية وتشامبيونز ليج أوروبا. أنا أعتقد أن المنتخب الألماني مع هانز فليك في بطولة أوروبا القادمة 2024 سوف يظهر بشكل كويس، أنا واثق تماما في المنتخب الألماني في هانز فليك أنهم سوف يظهرون بشكل جيد جدا في يورو 2024. وواحد من الألقاب اللي أطلقت عليك في ألمانيا هي كشاف المواهب الكبير في بافاريا، أنت قدمت عدد كبير جدا من الأسماء، يعني خليني أقول جزء منهم طبعا توني كروس نجم البايرن وريال الحالي، جوشوا كيميتش نجم البايرن وكابتن فريق بايرن ميونخ، ريناتو سانشيز، دوغلاس
دوغلاس كوستا، توليسو، ليفاندوفسكي، يمكن مع ليفركوزن كان في مايكل بالك طبعا تألق بعد كده مع تشيلسي، زي روبرتو البرازيلي الدولي، لوسيو ايضا البرازيلي الدولي. يعني عايز اعرف منك مشوار اكتشاف النجوم، اهم الصفقات واهم المواهب اللي انت قمت بتقدمها للكره الالمانيه. هذا ليس أمر سهل، هو صعب جدا عملية الاكتشاف اللاعبين و بالكولو في توني كروز لاعبين كثير أحضرتهم أيضا لباير ليفركوزن وأيضا لاعبين كثيرين في لريال مدريد، كيميتش، كومان، جنابري احضرتهم لباير ميونخ، لاعبين كثيرين كانوا من اهم الصفقات التي عملت عليها اثناء مشواري مع بايرن ميونخ كتكنيكال دايركتور، مدير للاداره الفنيه وايضا كمكتشف لاعبين. نعم هؤلاء لاعبين كلاسيكيين وانا احضرتهم وكان مشوار صعب للغايه. يعني بالتاكيد الموهبه في اختيار واحده من اهم العناصر في اختيار اي لاعب ممكن ينضم فريق بحجم بايرن ميونخ، لكن بالتأكيد في معايير أخرى. إيه اللي أنت بتدور عليه في اللاعب اللي ممكن يكون صفقة محتملة لفريق زي بايرن ميونخ بينافس تقريبا على كل الألقاب في البطولات اللي بيشارك فيها؟ نعم دعني أوضح، هذا يتعلق بالمركز، كل مركز. يعني عندما اتكلم عن كومان فهو لاعب سريع، ومن الجناح من الاطراف فهو لاعب سريع جدا. فدعني اوضح ذلك، كومان يمتلك جوده رائعه، جوده عاليه. كومان هو من اهم الصفقات وهذا مثال جيد. دعني اوضح، من المعايير الهامه التي جعلتني انظر الى كومان واتابع كومان هو انه لاعب سريع، هو لاعب فعلا يمتاز بالسرعه والقوه واكتساب الكرات والحصول على الكرة بشكل جيد والالتحامات أيضا الثنائية أو الهوائية. نعم هذا لاعب يمتلك كل هذه القدرات. على سبيل المثال نحن نعلم أيضا الفرق ما بين كرة القدم والموسيقى، فهي تشبه الموسيقى بعض الشكل في تكملة كل الأطراف والمعايير لتكملة الحفلة أو السيناريو. أكلمك في الفلسفة المالية، يعني طريقة التعامل مع الأندية الألمانية بشكل عام وتجربتك طبعا مع البايرن، لأنه أعتقد أنه البايرن لا يغرد خارج السرب، يعني زي ما بيقولوا بيفكر زي ما بتفكر أغلب الأندية الألمانية. فكرة عدم الرغبة أو عدم القدرة، أنا ما أعرفش طبعا تفسيرها إيه، لكن عدم الرغبة في أنه يتم استقطاب كبار النجوم على مستوى العالم في الفرق الألمانية. بالعكس، يمكن تكون الفرق الألمانية ومنهم بايرن ميونخ ومنهم بروسيا دورتموند ومنهم مؤخرا كمان لايبزيج هم اللي بيقدموا المواهب الكبيرة والأسماء الكبيرة، أو الفرق الألمانية هي اللي بتفرط في الأسماء الكبيرة لصالح أكبر الفرق في أوروبا. طريقة التفكير هنا بتكون إزاي؟ إيه الفلسفة من وراء انه يعني ما يكونش في مراهنه على اكبر الاسماء زي ما بنشوف انديه في فرنسا النهارده، انديه في انجلترا، انديه في المانيا، في اسبانيا حريصه انها تجيب اكبر الاسماء في عالم كره القدم؟ دعني اوضح ان بايرن ميونخ في العام الماضي بالاخص بدأ أن يستثمر الأموال ويضخ أموال، ولكن لم يغير السيستم بشكل كبير. نعم هو يعمل على استقطاب لاعبين جيدين ولاعبين سوبر من وجهة نظري، ولكن بليمت معين. بايرن ميونخ فعلا يستثمر في العوام الأخيرة وخاصة العام الماضي كثيرا من الأموال. نرى صفقات كثيرة استثمر فيها الفريق البافاري ودفع فيها أموال كثيرة، ولكن بايرن ميونخ هو فريق يعمل أيضا على بيع لاعبين أيضا لاستقطاب أو لإحضار مبالغ أيضا. على مستوى تجربتك مع البايرن، اشتغلت مع اثنين من أكبر المديرين الفنيين على مستوى العالم، اثنين يمكن يكونوا بيتنافسوا على لقب الأفضل، بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي، من وجهة نظرك مين الأفضل فيهم؟ كارلو أنشيلوتي. ايه السبب ليه اخترت كارلو أنشيلوتي؟
عندما يكون عندك الفرصة للعمل مع مدربين كبار مثل كارلو أنشيلوتي، هو جنتلمان، هو مدرب شيك من وجهة نظري، مدرب قوي. نعم، عملت معه لوقت طويل، أيضا مع بيب جوارديولا، هو مدرب الذي غير شكل كرة القدم في الأعوام الأخيرة. بيب جوارديولا فعلا بفلسفته عمل وأضاف أشياء كثيرة جدا لكرة القدم. أنا على الصعيد الشخصي كنت سعيد جدا بالعمل مع بيب جوارديولا وتعلمت منه الكثير. السؤال مرتبط بالاسمين برضو، الحقيقة الاثنين من المديرين الفنيين اللي حققوا يعني مؤخرا بعد ما جوارديولا حقق لقب الشامبيونز ليج مع السيتي، وكان قبل كده طبعا حققوا أكثر من مرة مع برشلونة، نفس الحكاية برضو كارلو أنشيلوتي مع الميلان ثم مع الريال. لماذا لم ينجح اثنين من أفضل مديرين الفنيين على مستوى العالم في تحقيق بطولة تشامبيونز ليج مع بايرن ميونخ، وهو واحد أيضا من أفضل فرق العالم من وجهة نظرك، وخصوصا طبعا فترة بيب جوارديولا اللي كان معاه كمان جيل أكتر من رائع؟ يعني أنا أعتقد أنهم وصلوا لنصف النهائي في الشامبيونز ليج مع بايرن ميونخ. مع بيب جوارديولا ثلاث مرات مع بايرن ميونخ وصل أيضا للسيمي فاينال ونافس بشكل كبير على الشامبيونز ليج أوروبا مع بايرن ميونخ، وأعتقد أيضا خسر أمام أتلتيكو مدريد، وللأسف هذا من وجهة نظري كان سوء توفيق لبيب جوارديولا. عام مؤخرا بعد ذلك مع كايرو أنشيلوتي، أنا أؤمن بكايرو أنشيلوتي، كارلو أنشيلوتي أيضا كان ليس لديه الحظ الكبير ولم يكن موفق مثل بيب جوارديولا مع الشامبيونز ليج. هذا عملية توفيق من وجهة نظري وليس لها علاقة بالأمور التكنيكال. رحيل ليفاندوفسكي ورحيل إيرلينغ هالاند عن بايرن ميونخ وعن بروسيا دورتموند، هل أثر على قوة وشكل وحجم المنافسة في الدوري الألماني؟ هذا خسارة كبيرة للبوندسليغا عندما تخسر لاعبين كبار مثل هالاند وليفاندوسكي، ولكن أعتقد أن البوندسليغا أيضا تمتلك حتى الآن لاعبين توب، ويحضرون أيضا لاعبين من أفضل اللاعبين للبوندسليغا، أعتقد ذلك. على سبيل المثال فلوريان موزيالا، جمال موزيالا أيضا لاعب استثنائي، لاعب خرافي، ولكن من يعلم عمر مرموش على سبيل المثال، ممكن عمر مرموش يتطور، وأنا أؤمن بعمر مرموش وإمكانياته وأتابعه بشكل شخصي، وأعتقد أنه سوف يتطور في البوندسليغا. أنا هأجل مرموش مع ملف اللاعبين المصريين، لكن حتى في الموسم الحالي نتكلم على نكونكو طبعا الدولي الفرنسي نجم فريق لايبزيج، رحل بالفعل أو تم الإعلان عن انتقاله لفريق تشيلسي. جود بيلينغهام جوهرة بروسيا دورتموند، تنبأت له الحقيقة من موسمين يمكن انه هيكون واحد من اهم اللاعبين في اوروبا، وقد كان وانتقل للريال. كل ده الحقيقة بيقول انه الفرق الألمانية مش قادرة تحافظ على اللاعبين، عارف طبعا المقابل المادي مهم جدا، لكن فكرة انك تقدر تحافظ على نجومك وتنافس بيهم على الألقاب، اعتقد بالنسبة لاهم او لاكبر الفرق الألمانية شيء مهم جدا. دعني أوضح أن في البريمير ليج على سبيل المثال ينفقون أموال كثيرة ويدفعون ويضخون أموال كثيرة، وهذا يساعد أيضا في خطف اللاعبين توب سوبر على سبيل المثال هذه الأمثلة. عندما أقارن ذلك مع الفريق البافاري بايرن ميونخ فهي مقارنة ظالمة من ناحية الأموال، لأن البريمير ليج يمتلك لاعبين، يمتلك مستثمرين، ويمتلك أندية كبيرة تضخ أموال كبيرة، وهذا يساعد في خطف مثل هؤلاء اللاعبين. للأسف في الدوري الألماني أو البوندسليغا لم يستطيعوا أن يدفعوا كل هذه الأموال، للأسف هذا هو العامل الأهم. هطلب منك إجابات سريعة جدا، ساديو ماني تتوقع أو ترى أنه صفقة ناجحة بالنسبة للبايرن ولا صفحة وانتهت؟ أعتقد هو ظهر أيضا بشكل كويس، ولكن هو لاعب، دعني أن نقول هو لاعب رائع ولاعب ممتاز ولاعب خرافي من وجهة نظر. اللي تنصح بيه عمر مرموش عشان يتألق أو يكرر نفس المشوار والتجربة اللي عملها محمد صلاح مع ليفربول؟
محمد صلاح فوق الجميع من وجهة نظري. محمد صلاح شيء استثنائي، ولكن عمر مرموش سوف يصبح لاعب رائع أيضا، وسوف يصبح أيضا لاعب قوي واستثنائي للمنتخب المصري من وجهة نظري. هل السوق المصري، سوق اللاعبين المصريين سواء جوه مصر أو حتى اللاعبين اللي بيلعبوا في أندية مختلفة في أوروبا بيبقوا محط يعني محل متابعة منك؟ هل في لاعب مصري قبل كده لفت نظرك أو جذب انتباهك؟ أنا أركز على اللاعبين الأوروبيين من، وأعتقد لدينا كشافين ينظرون أيضا لأفريقيا ومصر وبعض أعتقد في هناك الأهلي على سبيل المثال عندكم في مصر هو واحد من أكبر الأندية أيضا ويمتلك أيضا لاعبين رائعين. مايكل ريشكي المدير التقني لنادي بايرن ميونخ ومدرب باير ليفركوزن السابق، بشكرك شكرا جزيلا، اتشرفت بمشاركتك معنا وكل التوفيق ليك وللكرة الألمانية. فاصل ونستقبل ضيفنا ونجمنا النهاردة كابتن عمرو الحديدي في السادسة بعد الفاصل. بنتكلم طبعا على إيرادات النادي الأهلي بالألقاب والبطولات اللي حققها الموسم ده بس، الموسم ده بس بنتكلم في رقم تقريبا كده بدون آلة حاسبة يقترب تقريبا من ال 180، ما بين 180 و 200 مليون. هاتها أنت بقى بالورقة والقلم واحسبها هتطلع كام، وما زال في الموسم بقية، ما زال طبعا عندنا بطولة الدوري وبطولة الكاس وعندنا بطولة السوبر الأفريقي إن شاء الله في شهر أغسطس. فخد بالك الرقم ده لم يستطيع أي نادي مصري تحقيقه في موسم واحد على الإطلاق. وضيف على ده الكلام اللي كنت بقوله في البداية كمان على فكرة الحضور الجماهيري اللي بتمثل واحدة من أهم مصادر الدخل بالنسبة لأندية أوروبا، وإحنا استعرضنا معاكم من شوية مجموعة أرقام خاصة بأكبر الأندية المستفيدة بالحضور الجماهيري. ولو اتكلمنا على قارة أفريقيا والوطن العربي مش هتلاقي فريق ممكن يستفيد من عوائد الحضور الجماهيري زي طبعا النادي الأهلي، ودي واحدة من أكتر الموارد الأهلي طبعا محروم منها في الفترة الأخيرة. خلينا نفتح الملفات والموضوعات ونتكلم على مشوار الأهلي في الدوري مع نجمنا النهاردة وضيفنا في السادسة الكابتن الحديدي عمرو الحديدي. كابتن عمرو مساء الخير وأهلا وسهلا بيك، ومبروك طبعا على التتويج الـ11 في تاريخ النادي الأهلي. مساء الفل يا ابو حميد، ربنا يخليكوا، الف الف مليون مبروك. وانا قلت لحضرتك انا كنت موجود معاك، قلت لك هنيجي ونتكلم قبل الماتش، قلت لك هنيجي ونقول الاهلي بالسيناريو اللي كان في القاهره شكل، والسيناريو اللي كان في مركب الخامس شكل تاني خالص. ايوه صحيح، المهم التتويج والمهم البطوله. لا وعن جداره، وعن جداره الحقيقه واستحقاق سيناريو يمكن يكون الاصعب في تاريخ النادي الاهلي. اه طبعا، هو يعني بص اما يجي لك لقطتين، لقطه محمد عبد المنعم وهو خارج من الخساره اللي كانت موجوده قبل كده ويشاور لهم ويقول لهم هرجع لكم الحته دي، لا هي دي حاجات احنا بنستسهلها. احنا بيبقى حاطين جوانا احنا كمدافعين ان الطار في الكوره اما بيرجع بيبقى لازم يكون على حق ان انا اخده، اكون انا مقتنع ان انا مقتنع بامكانياتي وباسم فرقتي ان انا اما هرجع هكون موجود. وهو ده فعلا اللي شاور على شعار النادي الاهلي ان اما هرجع لكم انا راجع عشان اخد البطوله، هو اللي احرز الهدف وهو اللي توج النادي الاهلي. طيب عندنا كمان 48 ساعه مباراه مهمه، عوده مره ثانيه لمنافسات الدوري، مهم جدا التركيز في زي ما قال مستر كولر طبعا، واحترم جدا وجهه النظر، كل مباراه على حده الى ان يتم حسم اللقب حسابيا او رقميا. خلينا نروح للنادي الاهلي كابتن عمرو ونطمن من زميلنا محمد توفيق على اول تمرينه مكتمله العدد منذ نهائي دوري الابطال. زميلنا محمد توفيق معانا، مساء الخير يا محمد واهلا بيك، خلينا نعرف منك اخبار تمرينه النادي الاهلي النهارده مع اكتمال العدد لاول مره منذ نهائي دوري الابطال. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولضيفك الكريم، واحد من ابرز المدافعين في تاريخ النادي الاهلي كابتن عمرو الحديدي بالطبع، وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، وبجدد بقى المباركه ببطوله افريقيا والف مبروك يا رب دايما في انتصارات وبطولات. وزي ما انت قلت يا احمد دي اول تمرينه والفريق مكتمل الصفوف طبعا بعد عوده الشناوي وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم بالامس، والنهارده كمان عوده السداسي الاخر ياسر ابراهيم، محمد هاني، مروان عطيه، حسين الشحات، احمد عبد القادر، ومحمود عبد المنعم كهربا. الحمد لله الصفوف مكتمله بشكل تام، ما فيش اصابات باستثناء فقط يعني للاسف محمود متولي يمكن في اخر التمرين امس يعني حصل له جزع في الكاحل. الجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد ابو عبده طبعا بالتنسيق مع الجهاز الفني فضل انه يخوض تدريبات بقى علاجيه لحين تحديد مدى تاثره بالاصابه ومده الغياب عن الفريق، نتمنى باذن الله تكون حاجه بسيطه ومحمود متولي يكون موجود مع باقي اعضاء الفريق في اقرب وقت باذن الله، ويكون عون لزمايله في خط الدفاع خاصه باذن الله خلال الفتره المضغوطه جدا يا احمد. كان زي ما انت قلت مستر كولر اتكلم بشكل كبير جدا عن مباراه الحرس مع اللاعبين واكد اهميتها، خاصه انها مباراه هتديك ثلاث نقاط هتوصلك لنقطه 65 يعني
تنفرد بصداره الدوري العام وتبقى كمان لسه في رصيدك 5 مباريات مؤجله عن اقرب منافسيك وهو فريق بيراميدز اللي هيكون باذن الله بعد هذه المباراه في المركز الثاني. يمكن النهارده التدريب كان فيه محاضره نظريه للجهاز الفني مع اللاعبين في البدايه، اتكلم طبعا زي ما اتكلم في اليومين اللي فاتوا عن اهميه هذه المباراه وان احنا خلاص تم غلق صفحه نهائي دوري ابطال افريقيا بشكل تام، احتفلنا وفرحنا بالبطوله ال 11، في مزيد من البطولات جمهور النادي الاهلي محتاجها الفتره الجايه، تركيز في بطوله الدوري حتى وان كان المنافس فيه يعني زي ما بنقول مؤخره الجدول، ولكن يبقى فريق كبير وله احترامه سواء من الجهاز الفني او من اللاعبين. من بعدها على طول انطلق المران، يمكن طبعا تدريبات بدنيه شاقه جدا، ومن بعدها حالا دلوقتي واحنا معاكم على الهواء في تدريبات بالكره للجهاز الفني وتحفيز بعض الجمل اللي ان شاء الله الفريق يطبقها خلال مباراه حرس الحدود. كمان من اللافتات الطيبه النهارده يا احمد في المران وجود يعني احدى الجمعيات الخيريه ويعني عدد كبير جدا من الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، يمكن كابتن سعد عبد الحفيظ يعني سمح لهم بحضور التمرين النهارده واستقبال لاعبي النادي الاهلي ليهم بشكل اكثر من رائع، يمكن موجودين في المدرج الخاص بملعب مختار التتش في الجزيره هنا بيحتفلوا مع طبعا ابطال افريقيا نجوم النادي الاهلي زي ما انت قلت باول تمرين استعدادا لمباراه حرس الحدود والفريق مكتمل الصفوف باذن الله. يعني التدريب وتقريبا قدامنا بنتكلم في 45 دقيقه وينتهي ان شاء الله، كمان بكره في التدريب الاخير هيكون في تمام السابعه مساء، ومن بعدها باذن الله الجهاز الفني يعلن قائمه المباراه واللاعبين اللي هيخوضوا المباراه باذن الله، ومن بعدها يتوجهوا لاحد الفنادق القريبه من استاد الكليه الحربيه اللي هيحتضن المباراه باذن الله في 9:30 مساء الخميس باذن الله رب العالمين. ومن بعدها على طول بقى برنامج اليوم باذن الله اللي هيحطوا الجهاز الطبي والفني مع بعض وكمان دكتور التغذيه او استشاري التغذيه الموجود مع فريق النادي الاهلي. الاهتمام بالمباراه اكثر من رائع يا احمد، زيها زي دوري ابطال افريقيا الجهاز الفني بيقول كل المباريات في هذه الفتره اهتمام زي ما انت قلت حتى حسم المباراه او حسم بطوله الدوري العام يعني فعليا ورقميا باذن الله رب العالمين. بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي الاجواء المعنويات اكثر من رائعه وباذن الله يعني ابطال افريقيا يحتفلوا كمان مع جمهور النادي الاهلي محليا هنا في مباراه حرس الحدود باذن الله كمان يا احمد ان شاء الله. انا شفت علولو وشفت تاو بس ما شفتش ديانج، هل ديانج شارك في التمرين النهارده؟ لا موجود يا احمد، بطمنك كل اللاعبين المحترفين موجودين في التدريبات باستثناء بس محمد الضو كريستو اللي عنده النهارده وطبعا منضم لمعسكر الفريق الاول التونسي او المنتخب الاول التونسي، عندهم مباراه النهارده في عنابه مع المنتخب الجزائري مباراه وديه فطبعا هو موجود ونتمنى طبعا انه يشارك هيكون اضافه كبيره ليه. طبعا الغيابات المتبقيه كمان اللاعبين النادي الاهلي المنضمين للمنتخب الاولمبي اللي بيخوض حاليا او يعني بيستعد لخوض المنافسات او التصفيات الافريقيه المؤهله ان شاء الله لاولمبياد باريس 2024 موجودين في المغرب طبعا اكثر من لاعب، حمزه علاء الحارس الرابع، احمد نبيل كوكا يعني وبعض اللاعبين كمان المعارين لانديه ثانيه كلهم موجودين في المغرب مع المنتخب الاولمبي، نتمنى لهم طبعا التوفيق والوصول للاولمبياد باستثناء كده هو بس الغائب الوحيد محمد الضو كريستو، ولكن بطمنك جميع لاعبي المنتخب موجودين كل المحترفين كمان موجودين. بنكرر ثاني الغياب بس الوحيد عن صفوف الفريق هو طبعا محمود متولي للاصابه بجزع في الكاحل، وكمان شفنا النهارده في التدريبات وطمنا على اكرم توفيق اللي يعني بيواصل برنامجه التأهيلي والعلاج بشكل اكثر من رائع، نتمنى باذن الله مع بدايه الموسم يكون كل اللاعبين موجودين وباذن الله يبقى النادي الاهلي دائما في المقدمه ويبقى دائما رقم واحد كما ليك يا احمد ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق. دي اخبار اول تمرينه للاهلي بعد بطوله افريقيا، تمرينه طبعا يعني مكتمل الصفوف لانه طبعا كان في عدد من اللاعبين اللي لعبوا مع منتخب مصر مباراه غينيا ومباراه جنوب السودان الوديه. مره ثانيه برحب كابتن عمرو، شايف ماتش حرس الحدود ازاي وشايف النقله ازاي يا كابتن عمرو؟ لانه انت بتتكلم على تتويج ببطوله افريقيا، فرحه كبيره جدا ونهايه مشوار يمكن يكون صعب، اصعب مشوار خده الاهلي في بطولاته السنه دي، ثم فتره راحه لجزء او عدد كبير من قوامين اللعيبه الاساسي وعدد كبير استمر في مشاركته مع منتخب مصر، منهم اللي لعب ماتش غينيا، منهم اللي لعب ماتش جنوب السودان، وبترجع الفرقه تتلم قبل 48 ساعة من فتح صفحه الدوري ومباراه حرس الحدود. بص المقدمات دي تقلقك او ليها حسابات مختلفه؟ لا لا اقول لك على حاجه، الراجل قبل ما يكون بيفكر ان هو تم التتويج وفرحوا ورقصوا وغنوا في المغرب 90% هيكون مهتم جدا انه يشرح للاعيبه بامور جماعيه او فرديه فترة راحتكم، يعني جزء منهم كبير قوي باكتر من 9 لاعبين استنوا في المغرب عشان منتخب مصر في مباراه غينيا وبعد كده رجعوا، كل ده اجهاد عليهم. نمره 2، هو الراجل بيشتغل ملف ملف على حده، يعني عارف الهدف من مباراه الوداد دي تكمله سقيه الانتصارات، تكمله كبيره، انت خدت بطوله مهمه جدا وكنت يعني مشدود نفسيا وعصبيا، كان الشارع المصري كله عنده نبض المباراه
الوداد دي ازاي تحسم بايجابيه وتم التتويج وعلى اكمل وجه باداء ومستوى وفرض سيطره لعيبه النادي الاهلي اللي كان ممكن يخلي المباراه فيها سكور اكتر من مباراه القاهره بكتير. بعد ما تعادلنا يعني بعد ما تعادلنا ممكن نوصل لاربع خمس اهداف بعد هدف التعادل. في نفس الوقت اتكلم مع اللعيبه ان راحتكم ان انا محتاج كل لعيب فيكم الفتره اللي جايه، احنا اتوجنا ومطلوب مننا المزيد اللي جاي. انا راجل قالها قبل كده، قال لك انا راجل جعان بطولات. شوف الراجل قال كلمه بالنبض المصري بتاعتنا احنا، كلمتنا احنا، انا ما بشبعش، انا عايز تملي اخد بطولات. الراجل دلوقتي هو جمع لعيبته، اتكلم معاهم، خد اجازته، كل واحد ريح بطريقته قبل ما يسيبهم وهو يسافر وهم يسافروا وهم يبقوا موجودين في مصر او جزء منهم ينضم للمنتخب. حط نقط وحط ضوابط معينه لكل واحد يتصرف بيها ازاي. رجوعه للدوري هو كفيل قوي، او رجوعه لمباراه الحرس 48 ساعه. انا محتاج التحام المواسم اللي بقالها فتره دي، محتاج كل واحد فيكم، محتاجه دلوقتي ومحتاجه بعد شويه ومحتاجه في السوبر، والمنتخب محتاجه انتوا الهيكل او الشكل اللي تقدر تتوج. بيحصل مثلا تتويج مثلا لبيراميدز او ظهوره على ارتفاعه على مستوى القمه مؤقت لغايه ما النادي الاهلي يجتاز مباراته المتبقيه. ايوه هو مطلوب. شايف ان في منافسه قويه على الدوري السنه دي؟ بص هو في منافسه بس منافسه مؤقته، يمكن انا قلت اللفظ ده دلوقتي لحضرتك مؤقته، لان انا ايه الاهلي مش موجود. أيوة. الاهلي بيلعب بره في ماتشات مؤجله ليه، اربع او خمس ماتشات. الاربع مباريات اللي انا كلمت حضرتك عليهم دول ب 12 بونت. ان شاء الله يكون حليفه المكسب. ال 12 بونت دول بص عد الرقم قد ايه. أيوة. وكله لعب للاسبوع ال 30. انا بسالك على المنافسه في الدوري عشان انا جاي لك على شكل المنافسه. لا احنا شفنا يعني شفنا مستوى الاهلي في المنافسه عالميا وعارفين محتاجين، ممكن نبقى عارفين محتاجين ايه عشان نقدر ننافس بشكل افضل. شفنا مستوى المنافسه افريقيا، سواء يعني انا خصيت الوداد وسان داونز بما ان هم اكتر فرقتين يمكن كملوا مع النادي الاهلي واحسن اداء شفناه من سان داونز الفتره اللي فاتت. وشفنا المنافسه محليا اللي الاهلي فيها رغم ابتعاده بفرق بعدد مش قليل من الماتشات، لكن ما زال يعني في صداره الدوري وحاسم اثنين سوبر وواحد كاس، الاثنين على حساب اقوى منافسين محليا، يعني انجاز التعبير ان انا اسميهم اقوى منافسين بيراميدز والزمالك. فيهمني جدا عشان انا عايز انقلك كمان شويه للمنافسه السنه الجايه. شكل البطولات مختلف، عدد البطولات مختلف، نوعيه البطولات مختلفه، ودي هتستدعي ان تبص للموسم كله بشكل مختلف. بص يا ابو حميد، الراجل واقعيته او اسلوبه الاحترافي اما قال لك انا مش لازم اشترك في كل حاجه واعتذر عن الرابطه واعتذر عن كاس العرب، قال لك انا محتاج افكر وابقى جاهز وعايز اقدم اوراق اعتمادي. انا قدمت منها جزء كبير، عايز اكون يبقى حقيقي. انت شايف كابتن عمرو ان كولر بعد كل ده، يعني هو كل ده مش كتير يعني في عمر او في تجارب المدربين يعتبر مش فتره طويله قوي، ما قدمش اوراق اعتماده بس فندم ما قدمش اوراق اعتماده. هو ده، هل شايف ان كولر ما زال في حاجه انه يثبت حاجه لحد؟ لا هو بص مش يثبت، هو اثبت. كلمه المعنى يختلف. هو اثبت. هل محتاج اثبت ليه بقى؟ اثبت ان انا ثعلب مكار، الجمله اللي هفضل اقولها عليه من اول يوم جه مصر، بيعرف يتعامل مع كل مباراه، بيعرف يحترم كل فرقه، بيعرف يسيطر امكانيات لعيبته ويوفر مجهود اداء لعيبته بالسيطره التامه على مجريات اي مباراه، اذا كانت محليه او اذا كانت عالميه او اذا كانت افريقيه. الفكر بتاعه قرب قوي 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 من وجهات نظر لعيبه النادي الاهلي. الاسلوب بتاعه انطبع على لعيبه النادي الاهلي وبيظهر ده في المؤتمرات، وكان بدايه بالشناوي. عدم تصريحاته، الاستاذ راجل بيتكلم بواقعيه جدا، عارف هو ماسك نادي قيمته قد ايه على مستوى العالم والمستوى العربي والافريقي، النادي الاهلي شكله ايه، هو عارف هو النادي الاهلي هيوصله لفين رغم بعده عن فترة التدريبات اللي كان إصابته لتغيير المفصل للركبة والكلام ده. هو فين دلوقتي؟ اسمه بقى موجود ازاي؟ النادي الأهلي ضاف له ايه؟ وهو ضاف للنادي الأهلي ايه؟ هو ضاف للنادي الأهلي استعادة ثقة كانت محتاجة التفاق حوالين اللعيبة ومشروع بيعمله مجلس الإدارة مع الخواجة، وصلوا لنقطة معينة وهدف اتحقق جزء بسيط منه. ابتدى الراجل يحب، وبامكانياته وبتالق لعيبه النادي الاهلي ابتدى يرجع جماهير النادي الاهلي اللي هو اكتر واحد محتاجها كمدير فني وكلعيبه. ابتدى يشرح وجهات النظر، المشهد النهائي ان احنا عندنا استعداد نستقبل كم الجماهير والساعه الكامله للاستاد زي ما احنا شفنا. اسلوبه وتشكيك المغرضين في امكانياته واسلوبه على اداره مباراه الرجاء اللي كانت هنا ولا اللي هناك، ولا مباراه الوداد اللي هنا ولا اللي هناك،
الراجل اخرس لسانه كلها بالاداء بالواقع بالعملي وليس بالنظر. الراجل ما بيتكلمش، بيقول لك كلمني عن القديم، انا ماليش دعوه بيه، انا ما كنتش موجود فيه، كلمني عن الحاضر اللي انا موجود فيه دلوقتي، ان النادي الاهلي تم تتويجه لاقوى بطوله من بدايتها. اشتغلنا في الدراما وبعد كده دخلنا في الاكشن بقى، الاهلي دخل السسبنس بقى الاكشن من اول البطوله، من مباراه الهلال لمباراه الرجاء للاتحاد المنستيري للترجي، مباراه الوجاد هنا وهناد، عملنا التارجت. وقال لك ما تنساش ان انا بتعلم من اخطائي، لو في خطا بسيط حصل مني في مباراه سان داونز عدت حساباتي وعرفت انا بعمل ايه. طب سؤال تاني افريقي، اتفضل. هسالك بقى سؤال محدد، الاهلي فاز بعد معاناه ولا فاز بسهوله؟ لا هو ممكن تقول يعني اللقب ده اللي الناس بتقول فيه دراما وفيه صعوبه واصعب لقب، شايف انه الاهلي عشان يحقق اللقب ده كان فيه رحله معاناه فنيا يعني في الملعب، انا ما بتكلمش على جمهور، لا هو كان في ولا كان كله تحت السيطره زي ما هو بقى. هنقوله بشكلين، الروح اللي كانت غايبه، الالتزام اللي تواجد، الاداء اللي احنا شفناه، اهم حاجه ايوه الروح اللي كانت غايبه. تراهن على قصه الروح في اللي جاي، في سيبك من المحل، بكلمك على الموسم الجاي افريقي. طبعا سوبر ليج، تشامبيونز ليج، كاس عالم. موافق بكل المقاييس. تراهن على ده؟ اتراهن على ده لحاجه واحده، مع الراجل ده الرهان ما فيهوش خساره. هو مش رهان، هو ثقه في امكانيات الراجل. ليه؟ الراجل اللي اتعلمه مباراه ريال مدريد ولا فلامينجو ولا الماتشات اللي لعبها في كاس العالم، عرف هو هيتعامل مع كاس العالم اللي جاي بشكل تاني خالص. ايوه باسلوب متطور، باسلوب واقعي. انت مع ريال مدريد 90 دقيقه انت بتهدد مرمى ريال مدريد بكامل نجومه، واما فقدت جزء من تركيزك في الثمان دقائق اللي هم بيقولوا عليهم الوقت الاضافي، خسرت انت الجوله. طب انت خدتني لريال مدريد وده عالمي وكده كده في حته تانية. بالظبط يعني كده كده في حته تانية، لكن لما اقول لك انه سان داونز والوداد بقوا تهديد لعرش الاهلي الافريقي في السنوات الاخيره، لا 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 هقول لك على حاجه، ما احنا هنقول ان المباراه الاولانيه اللي حصل فيها الخساره كان في مشاكل مع مجلس الاداره، ومن هنا انت خسران والضغط، انه الوداد ده نفس فرقه الوداد دي او اغلب عناصر الوداد دي انت كسبانها رايح جاي مع بيتسو موسيماني قبل نهائي افريقيا بمنتهى السهوله. ايوه طبعا. وفي النسخه اللي بعدها فرقه ما قدرتش توصل للنهائي على حساب فريق يعني مش من اقوى الفرق القاره اسمه كايزر تشيبز، لكن في السنتين الاخيرين في طفره حصلت على مستوى الوداد، زي ما حصل طفره كمان على مستوى سان داونز في اخر موسمين تحديدا. زي ما حصل طفره في مستوى اداء النادي الاهلي اللي بقى مسيطر على الكره الافريقيه اللي احنا شفناه مع الراجل، ارتفاع مستوى الاداء لعيبه النادي الاهلي الفردي والجماعي. الفردي هتحدث بلا حرج، محمد هاني، حسين الشحات، بيرستاو، الو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطيه. على المستوى الجماعي انت دلوقتي بقيت محتار، اللامركزيه اللي موجوده في لعيبه النادي الاهلي انت محتار، هو عبد القادر اللي هيلعب ولا حسين؟ هو تاو ولا طاهر؟ هو قفشه ولا القندوسي ولا عمرو السوليه ولا حمدي فتحي ولا الو ديانج ولا كهربا ولا شريف؟ انت محتار. الراجل بقى عنده روتيشن، التدوير كان عام، دلوقتي بقى مؤقت، بقى عارف هو بيغير ايه وبياخد من مباراه ايه وبيجر الخصم انه يبلع الطعم بتاعه وياخده في حته. طيب. معينه ارتفاع اداء النادي الاهلي البدني اللي بقى واضح للناس كلها، بقى فيه لعيبه، بقى فيه الغيارات، المفاتيح اللي انت بتنزلها او بتستعملها في الغيارات بقت مفيده. ايوه. طيب هو الحقيقه الراجل يمكن الناس كانت بتاخد عليه من اول ما جه فكره التغيير المتاخر دي، لكن الحقيقه في كل مباريات كولر، ودي واحده من اهم مميزاته، فكره القدره على انه اداره المباراه نفسها، انه يعمل التغيير اللي ممكن يغير مجريات المباراه. الحقيقه دي حاجه تحسب ليه دايما. انت بص حضرتك هقول لك على حاجه صغيره قوي، معلش قطعت حضرتك يا استاذ احمد. مفيش حد عنده الجراءه في ثقته في اداء لعيبته ان انا اغير حمدي وحسين وكهربا واخلي تاو وبعدين اغير طريقه لعبي، اما مدير الفني فاندنبرغ يغير ويلعب بامين فرحان فيرويد، الاعب رامي ربيعه، واغير طريقه اللعب من 4-1-4-1 ل 3-5-2 واستحوذ على المرتده باداء عبد القادر وامكانيات وتالق قفشه واستعاده امكانياته اللي رد بها على الناس كلها السوليه. أيوه. مجموعه حاجات هو الكسبان فيها، استعادة السلية، رجوع كهربا، تألق أحمد عبد القادر، شريف، رامي ربيعة. بص أنت بتجيبني منين لفين؟ أنت بتجيبني في وقت أنا محتاج إن أنا ألعب باتنين مساكين عشان عندهم أطوال،
صامبو ولا امين فرحان، فهلعب عبد، همسك ياسر ابراهيم، همسك رامي ربيعه، واخلي فقري يحيى محمد عبد المنعم. سيرد باك بيتعمل منه جمل معينه في الكور الثابته بالربط ما بينه وما بين علي معلول في التوقيت والارتقاء في الطلوع. هدف كل الناس بصت الكره رايحه فين، اللي خلى الناس كلها تقول الهدف دكه النادي الاهلي في السبرنت اللي اتعمل على الرايه. صحيح. ومناسبه سفين فاندن بروك المدير الفني للوداد في واحد من تصريحاته بعد النهائي، ايوه، بيقول انه الاهلي يقدر يكسب افريقيا كل سنه في اي وقت، او في اي وقت، قال لك يقدر يرجع كل سنه محقق البطوله، ودي دلاله كبيره جدا. تعبير اعتقد انه صعب على اي مدير فني، خصوصا لما يكون مدير فني لنادي كبير ونادي مرشح دايما لتحقيق لقب اي بطوله ان هو يعني بياخدها او بيشارك فيها، فلما يطلع منه تصريح في حق ده اعتقد انه يرد على كتير من الالسنه الحقيقه، سواء اللي هجمت مستر كولر او اللي شكتك حميد. الراجل ده قال تصريحين، الراجل ده كان ليه تصريحات معايا هنا، لا تصريح قبل هنا قبل ما يمسك مكان جريدو، قال لك بايرن ميونخ الكره العربيه والاهلي يروح كاس العالم في اي وقت، والتاني حاجه يقول لك النادي الاهلي لو راح بطوله افريقيا في اي وقت يقدر يحقق البطوله. صحيح. امكانيات المدير الفني واحترامه وذكائه رغم صغر سنه، ان هو راجل مدرب كويس، عارف ان هو بيلعب مع هرم كبير، عارف هو الهرم ده بيوزع امكانياته. الاسد اما بيطلب ان هو يكون وسط الغابه بيكون الاسد ذكي، بيعرف يتعامل ازاي. الاهلي اما الناس شككت اطهر الطاهر ويوسف بازوق والاسماء اللي حصلت على مدار وجودنا، الاهلي حسم الموقف من مباراه القطن، وانا كنت مع حضرتك قلت لك ايجابيه مباراه القطن بالنتيجه الايجابيه وعدد السكور هتفرق مع النادي الاهلي الاربعه. بعد كده الترجي علي معلول قال لك انا حسبتها غلط، لعبت النادي الاهلي بفكري انا، والاهلي سيطر على مجريات المباراتين هنا وهناك. رغم المؤثرات اللي حصلت للنادي الاهلي بدخول الجماهير في تونس في رادس وما كانش موجود جماهير، ونزل المنسق العام للاتحاد الافريقي وخرجهم وعملوا مكبرات صوتيه، الاهلي كان هدفه رياكشن اللعيبه، انا بسخن مش معاه. صحيح. المدرجات. ارجع معاك للدوري تاني، شايف ماتشات الاهلي عموما قبل ما اتكلم على ماتش حرس الحدود يوم الخميس، شايف ماتشات الاهلي في نهايه المشوار ازاي مع وجود طبعا افضليه انه في فوارق كبيره بينه وبين المنافسين؟ بص، هو في ثلاث حاجات. اول حاجه ان انا احسم المباراه شكلا وموضوعا، واخد مباراه كل مباراه على حده ككاس. أيوه. مباراه من مشهد واحد المكسب بس، عشان افضل متعلي على ارتفاع القمه بالظبط كده. اثنين، اتفرج على كم من اللعيبه ان انا اشوفها واطمن عليها، يبقى عندي الغيارات مستريح، اطمن على محمود متولي، اطمن على خالد عبد الفتاح، ادخل طاهر اشوف اخباره ايه، احط رؤيه نهائيه قبل ما يطلع مني اي قرارات ويطلب مني تقرير في نهايه المباريات. اجهز لعيبتي اللي انا عايز اكبر كادر ممكن الفرصه منها. ما زالت قائمه امام الجميع يا كابتن عمرو. طبعا. هديك مثل بسيط قوي بره الموضوع خالص. سنه 94 ألان هاريس، أنا وكمونة وأبو الدهب، لا كنت أنا وأبو الدهب ومشير، وقال أنا مش في احتياج ليكوا، لو كنت عارف ما كنتش جبتكوا. كان فاضل أربع ماتشات لعبت أنا ومشير، وهادي خشبة لعب ليبرو، كان جمال متعور ساعتها، جمال السيد، جمال السيد كان متعور، وكابتن علاء عبد الصادق كان متعور، لعبت أنا ومشير وهادي وكابتن هادي الأربع ماتشات. بعد ما خلصنا الراجل واحنا قاعدين في الاوضه ندى لنا وندى كاب شطه، قال لن اتخيل دفاع النادي الاهلي من غير عمرو الحديدي ومشير، وانا بكتب تقريري بوجودكم. جه بعديها هولمان ايد نفس الكلام. فانت كان ماتشات ايه؟ شيبين وكسبده والترسانه، جمهوريه شيبين والترسانه والمصري والاسماعيلي، المباراه الفاصله في اسكندريه 4-3، خلاص الموضوع منتهي. المباراه دي يا ابو حميد فيلم يعني هفضل طول عمره موجود. في ناس ممكن تقول لك انا بره الحسابات. لا، بره الحسابات انت اللي بتهمد نفسك. مباراه واحده ترجعك من ابعد مسافه. من ابعد مسافه. هقول لك على حاجه. مباراه اعتماد مصطفى شوبير شفناها كتير في مباراه قبل كده، وشفنا مباراه امبي وسيراميكا والجيش. مباريات اعتماده انت لو مدير فني او اي مدير فني بره كولر يقدر ياخد قرار ان الحارس الاساسي بتاعه محمد الشناوي بنسبه شفائه 75% في مباراة زي دي، هدي لمحمد الشناوي. امكانيات الراجل وثقته في كل اللي موجودين، انا بحتفظ على اسم الشناوي، وانا برضو امين ان حراسة مرمية غنية بالاسماء اللي موجودة، اذا كان مصطفى ولا علي ولا مصطفى مخلوف. لعب واجاد، لبس توب نوير، ادى الاداء اللي احنا شفناه. حد في مصر عنده الجراءة يعمل موقف زي ده؟ ده لو الشناوي اصابته 20% سليمه و 80% مصاب سليم، لا انا هلعبه. اي حد
هلاعبه مع دول. لا بص الراجل ما اداش الموضوع اكبر من حجمه، قال لك انا بطمن على اللعيب بتاعي عشان عندي مباراه اخرى في المغرب، وفي نفس الوقت انا واثق في امكانيات المدير الفني اللي معايا ميشيل يانكون وامكانيات لعيبتي، اذا كان حراسه مرمايا لعلي لطفي اللي اقرب للعب ودرجه شفاءه اكبر من الشناوي، وفضل ان يكون مصطفى شوبير ويكون مصطفى مخلوف موجودين رغم كمان اصابه حمزه علاء. الهدوء وذكاء الراجل ما خلاش الموضوع ياخد اكبر من ثواني في تفكيره. لا وهو المطب الصناعي اللي ما كانش حد يعني أيوة. متوقعه كان فرصه لشوبير انه يتالق وياكد للجميع الحقيقه، مش بس الجهاز الفني ولا اللعيبه اللي معاه في الفرقه ولا اداره النادي، لكن الجمهور قبل كل دول اوراق اعتماد من اوسع الابواب في مباراه مش محتاجه المزايده. ايوه مباراه نهائيه، مباراه نهائيه، واول لما انت فكرت لما خلصت يعني 2-1 خلاص الفرصه ما زالت قائمه. مين طبعًا. تتمنى انه ياخد فرصه في اللي جاي يعني؟ بص يعني اتمنى اشوف ايمن اشرف نجح لعدد كبير من اللعيبه اللي كل اللعيبه كولر بشكل رائع بصراحه، كل اللعيبه اتشافت. أيوة. كل اللعيبه خدت، شفنا فخري وشفنا كوكا وشفنا محمد اشرف، شفنا كتير. اتمنى للشكل العام ولاسم النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي اشوف ايمن اشرف في الاربع خمس ماتشات الجايين. امنيه مش فرض. كان يعني عارف مين مكانك امبارح هنا؟ كابتن ماهر همام. واختار نفس الاسم والله. ما كلمنيش في التليفون، ما اتفقناش والله. هو حبيبي يعني واخويا الكبير ايمن في اجماع عليه انه لازم ياخد فرصه. هقول لك ليه بس يا ابو حميد. كابتن النادي الاهلي ابن من ابناء النادي الاهلي، مجموعه عوامل كنا واحنا محتاجينه في وقت الشده، كنا بنلاقيه باك ليفت موجود، سيرد باك موجود. لو هتتمنى تشوف مين هقول لك اشوف اكرم واشوف كريم فؤاد واشوف كل المصابين واطمن على محمود متولي وربنا يشفيه ويعافيه، التواء كاحل هبندج رجلي كويس وهبقى موجود مع الفرقه. كل الفرقه بسم الله ما شاء الله. محمد بيقول لك المنتقل من الاستاد تيتش بيقول لك اللعيبه كلها جاهزه. برضو نقول اللعيبه كلها جاهزه واللعيبه كلها على اعلى استعداد للمشاركه، اما يقول لك خد تأدي لنفسك لاثبات الذات ولناديك انك يفكر فيك من اول وجدود يعيد التفكير ليك. أيوة. لكن ده ايمن اشرف، انا بكلم بقى ايمن اشرف نفسه، انت في اي لحظه ايمانك بربنا انك انت كويس، اي خواجه انه مش هيعرفك، ما ليش علاقه بيك. هو عايز حاجه واحده بس، مصلحته وامكانياته وادائك، انت تبقى جاهز عشان لما تأدي يبقى اداء بحكم بنتيجة. صحيح. الماتشات اللي جاية في ناس بتشوفها صعبة لأنه تفنيش الدوري، سواء بيصارع على نقطة تهربه من 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 فكرة إنه يبقى قريب من الهبوط، سواء اللي بيصارع على نقطة عشان يقرب من قدام يحسن ترتيبه، سواء اللي عارف إنه بيلعب وحش أفريقيا وبطل القارة فبالتالي الدافع عنده موجودة إنه أنا أكسب البطل فأنا بقيت بطل، يعني الناحية المعنوية دي. هل شايفها صعبة بالشكل ده ولا سهلة على العكس تماما؟ سهلة لأنه الفوارق بين الأهلي وبين تقريبا كل الأندية المحلية بقت كبيرة جدا. هقول لك على حاجة، أول حاجة هقولها للنادي الأهلي، أنت مطلوب منك مسيرة المكسب، والبقرة اللي بتكر مكسب بيجيب مكسب. ده أول حاجة. والعكس اتنين. صحيح؟ لا مفيش العكس صحيح. مفيش العكس صحيح. النادي الأهلي هيبقى عارف هو عايز من المباراة إيه. الأهلي عايز يبقى إيه؟ الراجل بيجهز لعيبته إزاي؟ الراجل بيخش المعسكر لعيبته هدفها ايه؟ هدف اللي كانوا في المنتخب تراهن على اشراكهم في المباراه كابتن عمرو، هدي على مراحل يعني مراحل. التسعه هيبقوا موجودين بس. أي. فترات الراحه بتاعتي هتبقى موجوده من مباراه لاخرى. تمام. يعني مثلا بدل ما انا هبدا بقى بقوه الضربه. أي. حققت ابتدي اغير. تمام. الماتش اللي بعديه كلهم بيحترمهم كولر ايا كان الاسم، بس في نفس الوقت ما تحرجنيش. انا بحترمك بس هزيلك احترام انك تتصور معايا، مش بحترمك ان انا اخليك تخش معايا في الجيم وتحقق اللي حضرتك بتقوله ان انا ابقى كسبت البطل. تمام. اللي لسه محقق بطوله افريقيا. انا بحرجه. لا، كل واحد فيهم الجزء اللي في اسفل الجدول عايز يطمن نفسه ان هو يبعد عن طبعا الهبوط، واللي في النص هو طمن نفسه من بدري. المقصود كابتن عمرو في النهايه مستوى الشراسه في الماتشات اللي جايه بصرف ايجابيته بنتيجه ايجابيه بالمكسب. اسم المنافس وترتيبه او موقفه في جدول الدوري هتكون ماتشات يعني مش سهله. اعتقد ان كولر مع حضرته مع لعيبه النادي الاهلي ان المباراه عباره عن كاس. اكسبوا الثلاثه بونت واستحواذ واداء ونتيجه عشان تفضل
على قمة الدوري، الفترات المؤقتة هي لانشغالك ببطولة أخرى، كده أنت ما وراكش حاجة. الخمس ماتشات أو الدرس اللي احنا اتعلمناه من موسيماني إن أنا كنت بفكر في أفريقيا ومش مدي اهتمام بنسبة 80% للدوري، لا أنا دلوقتي بفكر في أفريقيا وحققت، والدوري أرجع للمشهد هو هو بنسبة تركيز 150%. صحيح. وبنسبة الدوري أسألك على دوري الدرجة الأولى صعود ممتاز به. يعني شوف بتشوف ازاي طبعا بنهني بلديه المحله، اعتقد بلديه المحله وزيد والجونه على يعني زي الجونه طبعا مش جديده على الدوري الممتاز ولا بلديه المحله. انا فاكر انت يمكن كنت في الوقت اللي انت بتلعب فيه ده بلديه طبعا فرقه من فرقات محترمه طبعا، الحاج احمد شعراوي طبعا قدمت نجوم كتير للكوره في مصر. بص في ناس كتير كان قوي لعيبه كوره، بص في ناس كتير قوي ما تعرفش لعيبه البلديه كويس. يعني مثلا ياسر رضوان وعماره، محمد سمير وكابونجا، عصام عبد المنعم من احسن لعيبه نص ملعب في مصر. النني الليتي ايهاب الليتي، لا عندهم اكرم عبد المجيد وعندهم اسامه حامد وعندهم محمد درويش وعندهم احمد فاروق، لا لعيبه كوره هايله. والحاج حارس مرمى وياسر رضوان وراغب عندهم لعيبه كتير، ووالد النني ناصر ولد محمد لعيبه كتير. ناصر لعيب عشوة لعيب كبير كبير يعني. فاللعيبه كتير جدا. اللعيبه اللي جايه بتعمل لنفسها، انت دخلت دلوقتي الوصيف هيلعب دوري محترفين، بس عندهم انا عايز اقول لك ان المنافسه في الدوري الممتاز به يعني لغايه اخر ثواني في الماتشات، مش اخر ماتش، اخر سنه كانت ضرب نار. انت ما كنتش متوقع مباراه المنصوره وطنطا وزد و المنصوره وطنطا والبلديه كانت بتلعب ديكيرنس اعتقد، ايوه كسبت اربعه والاثنين او ثلاث فرق من دول بينافسوا على مركز اول. هم ديكيرنس لو كان كسب كانت دخلت في حته ثانيه. سكه الحديد لو كان كسب كانت دخلت في حته ثالثه. انت في الوقت ده من بعد الصعود زد والبلديه والجونه، خد من الثاني للرابع اربع فرق في ثلاث مجاميع، هتضم بقى دوري المحترفين يبقوا 12 فرقه ونازل ثلاثه من فوق، ده افضل طبعا بكتير، نازل ثلاثه من فوق يبقوا 15. أيوة. وهتاخد احسن سادس من الثلاث مجاميع يلعبوا بعض عشان تطلع واحد ما بين أوكي. الاتصالات وما بين بروكسي وما بين المنيا. هتختار فرقه واحده تكمل ال 16 فريق. ده الشكل الجديد لدوري ممتاز بيه بالظبط كده، ده افضل بكتير من فكره الثلاث مجموعات اللي كنا هتشوف بقى شوف منافسة قوية منافسة قوية، تقدر تعمل منتخب محليين منهم كويس جدا. تقدر تقول ان انا عندي بدائل، ان يبقى اسلوب التدريب او المشروع كمنتخب للدرجة الاولى شكل وهو هو نفس المحليين، يبقى المسافة قريبة اما تيجي تتضمن تتخضش تخش على طول، المعركة شغالة الفترات اللي جاية فيها شغل كتير. صحيح. اروح معاك لمنتخب مصر، ازاي شفت شكل المنتخب مع روي فيتوريا في الماتشين سواء الرسمي مع غينيا او الودي مع جنوب السودان؟ بص يا ابو حميد، النادي الاهلي انا اسف، منتخب مصر الفتره دي بشوف لازم هو النادي الاهلي يقول لي بقى هو طرب. منتخب مصر تالق مستوى لعيبه النادي الاهلي بالظهور الفائق والتتويج ده هو العائد على منتخب مصر من ايام ما كان مانويل جوزيه شغال لغايه اما روي فيتوريا شغال. انا مسميه الجريء اللي بيدور على المكسب ايا كان شكله. فيتوريا روي فيتوريا الجريء، ازاي اكسب روي فيتوريا، ازاي اكسب 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 عشان اعمل حاجه. الماتش الوحيد اللي احنا حسينا بيه ان احنا شفنا شخصيته هو المباراه بتاعت بلجيكا اللي هو كانت قبل كاس العالم. بعد كده انت لعبت جنوب السودان، انا بقول هي تمرينه لتعارف الجماهير بكم من اللعيبه زي بيكهامب وزي محمود مرعي وزي حماده كده وغنم محمد ويا احمد ياسر، شفنا اسماء كتيره موجوده. ايه رايك في غنام؟ مصطفى فتحي، ايه رايك في غنام محمد؟ لعيب كويس من ايام ما كان موجود في فرقه، لعيب كويس. وهو بص لعيب كويس، بس انت عايز تطور من نفسك. غنام ولا بوبو؟ محمد؟ غنام محمد ولا محمد رضا بوبو؟ لا السؤال ده لا انا بسالك، باخد رايك في لعيبه، اتنين لعيبه. بص هو بوبو جريء اكتر، شخصيه اكتر. لو قلت لي مثلا تقارني اربع خمس لعيبه ليهم شخصيه في الملعب هتلاقيهم قليلين قوي. محمد عبد المنعم، امام عاشور، محمد رضا بوبو، فتوح، عمر كمال، جريء مش بخير، ناصر ماهر، اللعيبه اللي عندها شخصيه حتى لو لعبت مع الكبار. انا برضو بفرض امكانياتي ببقى موجود. يعني شوف سيب الماتش كله، الكوبري البسيط اللي حط رضا بوبو لمدافع للهاف بتاع فريق جنوب افريقيا، لا لعيب بعملها على مرحلتين، بستلم وبلف وانا احضر وبعمل الهجمه. مصطفى فتحي في حاجات كده
تديك احساس راجل ليه شخصيه بيأدي. في ناس تقول لك تكوينه الجسماني، ما الموضوع مالناش دعوه بموضوع التكوين الجسماني، تكوينه الجسماني بالظبط كده. ونيمار يعني مش الاجسام اللي كريستيانو ولا بروموفيتش وصلاح مش الاجسام الكبيره قوي اللي احنا بنشوفها، لوكاكو الاسماء الكبيره او الاجسام دي، احنا بنقول امكانياتك ممكن تبقى جسمك قليل بس مهارتك فرض على كل حاجه، وسرعتك حسين الشحات او بيرس اهو. ايوه انت بتعلي كفه اي فرقه، اطراف النادي الاهلي هي طيارات بلا وقوف، طيارات بلا مهبط، بيروحوا يخلصوا ويرجعوا. عبد القادر نفس الكلام. الراجل جريء، بس هترجع في الاخر تقول على قد المشروع اللي انا متواجد فيه على مدار الاربع سنين، متوسط الاعمار اما توصل لكاس العالم هيبقى ايه؟ أيوة. لازم تجمع، هو اتكلم في ده كابتن، لازم تربط. شايف يعني كتير لما كنت بتكلم على فتره ما بعد الجيل الذهبي مع كابتن حسن شحاته والمدارس الفنيه اللي احنا رجعنا لها، ما حضرتش، كانت ناس تقول لك كتير جدا كانوا يقولوا لك اصل ما كانش في ربط بين الاجيال، اصل مره واحده حصل فجوه بين الجيل ده والجيل اللي بعد منه. هو 2006 و2008 و2010 الراجل وهو شغال مش كان بيجمع؟ شفنا جده وشفنا، لكن بعد ده كتيرة. احنا قعدنا فتره ليه؟ عشان ما عملتش مشروع، ما حددتش. هل شايف ان في مشروع، في جيل تاني يربط بعد جيل؟ يعني انت النهارده بتتكلم على صلاح كام سنه، النني صلاح هيبقى كاس العالم 35، الشناوي هيبقى 36 سنه، الحارس ما بيتحسبلوش كده، ماشي، حجازي 35. يعني بنتكلم على متوسط، ما هو كل دول اعمده رئيسيه لما تيجي تحسب متوسط اعمار منتخب هيخشوا في الحسابات. ما انا هقول لك على حاجه، حجازي كام سنه؟ هيبقى 35. السوليه كام سنه؟ هيبقى 36. حسين كام سنه؟ الونش كام هيبقى سنه؟ هيبقى 31. يعني انت بص انا بديهم لك بالظبط، بس انت بقى بالترتيب. هل شايف الجيل اللي جاي بعد منهم؟ عبد المنعم، ياسر ابراهيم، اسامه جلال، هاني هيبقى 28 سنه، فتوح، امام عاشور، بوبو، اكرم توفيق طبعا، مروان عطيه، اللغز. ما هو دلوقتي احنا عندنا الغاز زي ميكي ماوس والحاجات بتاعت مروان عطيه، لغز جديد في الحته دي بيحل لك مواضيع. انت تملي هتبص على البعيد، يعني شايف في جيل في لازم بقى هو من دلوقتي يجمع ما بين حاجتين. وانا شغال الفتره بتاعت اللي هي كلها عيني على الاسماء اللي تنضم تبقى بنفس المستوى للسن اللي هيبقى كبير، بعمل ربط من دلوقتي، بجمع. هو مش بجمع 40 45 لعيب عشان استقر على ال 16 هم أيوة. لا، ال 40 لعيب انا بجمعهم وانا متاكد ان هيحصل منهم فلتره معينه اوصل ل 30، مع اخذ في الاعتبار اللعيبه المحترفه في اوروبا اللي من عند حضرتك هنا، برامج النادي الاهلي جابت اللعيبه دي كتير جدا، دور عليهم، شوفهم، ضم اللعيبه دي مرة واثنين وعشرة، اعمل لهم تدريبات مع مدير فني، تحددوا أسماء مصر كتيرة جدا اللي بتفهم يعني إيه الملف الأوروبي، أولهم الكابتن هاني رمزي. أما تحط اسم زي ده موجود يختار اللعيبة الأوروبية اللي في الخارج دي، تفلتر منهم وتطلع منهم مش عايز أكتر من 10 على المجموعة اللي موجودة، يبقى أنت وصلت للتارجت اللي أنت عايزه. شايف إزاي التحضير لسيزن صعب جدا على مستوى الأندية والمنتخبات؟ السنة الجاية عندك أولمبي في أولمبياد باريس، عندك أول في أمم أفريقيا في كوت ديفوار يناير، عندك على مستوى الأندية المنافسات أو المسابقات التقليدية، ويضيف عليهم بطولة عربية مستحدثة، ويضيف عليهم بطولة سوبر ليج مستحدثة، كأس عالم للأندية، وكأس عالم أندية خلاص احنا متعودين، يعني بقى جزء من الروتين بتاع الأهلي، احنا بقى لنا ثلاث سنين كل سنة كأس عالم أندية. القوام الرئيسي يا أبو حميد ده موسم ده صعب وشاق جدا، انت بقالك ست سنين، بس الموسم اللي جاي كمان يزيد عليهم، هيبقى أصعب، هيزيد عليهم أولمبياد، هيزيد عليهم كأس عالم، لا مش كأس عالم، بطولة أمم، كأس سوبر أفريقي، وهيزيد عليهم بطوله عربيه الانديه هيشارك فيها اعتقد، يعني ما اعرفش الموقف مش واضح، بس يعني اللي متقال انه الزمالك احتمال يشارك فيها، تمام، وبطوله امم افريقيا دي بطولات زياده عن بطولات الموسم الاخير. هو ده بقى، هو ده المشروع اللي ظهر على جيبين كولر. كولر عارف ان هو الاهلي بالقائمه كامله، مش جزء والباقي كله مهمش، لا أيوه. القائمه كامله بما فيهم التدعيمات القادمة. انت عايز ايه؟ محتاج ايه؟ محتاج مين؟ هتشتغل ازاي؟ صبرت على قد ما صبرت انك شغال، وانجزت على قد ما انت انجزت وحققت اللي انت عايزه. أيوه. اللي جاي بقى ملفك اللي جاي، لازم لعيبة النادي الاهلي قائمة كاملة، تبقى انت محتاج من كل لاعب اقصى عدد، اقصى عدد تقدر تطلعه من قائمة الموسم ده بدون اسماء، انا بتكلم في عدد، في رقم يعني. خرجهم؟ ولا ضمهم؟ لا، ما انت هتخرج عشان تضم، وانت هتضم ازاي من غير ما تخرج؟ لا بص هقول لك على حاجه، انت هيبقى عندك جزء كبير قوي هيبقى اعارات للناس الصغار او للناس الكبيره، هتبقى شامله الدول العربيه واللي محتاج من الدوري المصري،
كل الانديه اللي لسه صاعده هتبقى محتاجه التدعيمات دي. اعتقد ان النادي الاهلي لو جيت بصيت على الجدول لل 18 فريق في كل نادي في 3 4 لعيبه من النادي الاهلي. فزي ما بيقولوا ايه الفلتره اللي موجوده داخل قائمه النادي الاهلي بيستفيد فيها الفرق الاخرى. ايوه انت الفتره اللي جايه هتقول هتخرج من 6 ل 8 لعيبه. من 6 ل 8 لعيبه. من معظمهم اعارات ومنهم صغار السن او كبار. اهم المراكز المضموم هم 4 لعيبه. المضمون خروجهم يعني. اللي يتضم للنادي الاهلي. اربع لعيبه. مراكز ولا اسماء عايز تقول؟ لا انا اقول لك مراكز. حته الفيرود دي ما فيهاش كلام يعني. بجوار شريف وبجوار كهرباء هتبقى محتاج الفيرود اللي انت محتاج تحمل عليه اللي صبرت عليه الانتقالات الصيفيه والشتويه والصيفيه تاني. فانت محتاج فيرود بمعنى كلمه فيرود. محتاج صانع العاب معين باك ليفت. واحد في قلب الملعب في حاله خروج اي حد من اللي في موجودين في العمر. تمام هرجعك مره ثانيه عشان انت خدتني برده لفيت بيا ورجعت للاهلي. عايز ارجعك لمنتخب مصر. شايف ايه اللي مطلوب من ويفيتوريا في اللي جاي عشان تروح لامم افريقيا يناير؟ وانت اكيد على مستوى الجماهير انا ما اعرفش طبعا الديل بيني وبين الاتحاد قصه كاس العالم. فكره انك مش مطلوب منك تحقق لقب افريقيا وصعب انك انت تروح يعني تطلب من مدير فني حتى لو كان مدير فني لمنتخب مصر ولا مغرب ولا كوت ديفوار انه يحقق لقب. لكن فكره انك تروح جاهز على الاقل عشان تنافس. اروح المشروع اللي انت هتبدا منه واحنا عارفين انك جريء وراجل محقق تارجت في المكاسب على مدار وهجومي تبقى عامل ربط للمسافه البعيده. كلمه خطه مشروع هو طويل المدى. الدعم للايجابيات هتزيد وتقليل السلبيات هو اللي انت بتستبعده. كم اللعيبه اللي هتضمها هي لازم تقنع بها الناس. مش هم المجموعه اللي احنا عارفينها. لو جبت اي حد تقول له حط 11 هيحط لك ال 11. بس هو كل اختياراته كان موفق فيها كابتن. اختياراته احنا عايزين بقى يعني اختياراته بقى للمشاركات. الاحتكاكات كل ما الاسم كبر انا بزيد. الاحتكاكات انا بزيد عليها علامه استفهام بالنسبه لك. طبعا انا لسه بقول لك احسن من التمرين الودي ما بين فرقتين. انت لو عملت فرقتين من منتخب مصر اللي مضمونين المعسكر تعمل فرقتين جامدين. تعمل منتخب الف وب اقوى من بعض وتحتار وانت بتختار. بس لما العب مع حد جامد زي بلجيكا رقم واحد التصنيف. رقم اثنين الاستفاده. رقم ثلاثه انا وصلت فين امكانياتي وشغلي وترتيباتي مع اللعيبه وصلت لغايه فين. يمكن انت مش عايز تجهد اللعيبه اللي مشغوله بقى لها فتره. برضو تاني تالق الخمس ست فرق اللي في اول الجدول للدوري العام على راسهم النادي الاهلي بيسهل كتير قوي للاختيارات للمدير الفني وبيحل الغاز جوه دماغ المدير الفني في الاداء. محمد هاني كان من فين بقى بكره المنتخب الاساسي. مروان بقت طريقه النادي الاهلي اللي اكتشفها كولر في مروان بقت احد الاعمده الاساسيه لاسلوب لعب موجود عند روي فيتوريا. كهربا الراجل لما جه في الاول قال لك انا ما شفتش الا اثنين هم اللي لفتوا نظري وليد سليمان وامام عاشور. واول ما شاف كهربا في الماتشات اللي اتلعبت زي سموحه قال لك الراجل ده فكره حلوا لي مشكلته. واول لما بيأدي كهربا بيكافئ روي فيتوريا. اما بتديني بأدي وبجيب اهداف. زي ما كولر قال لك الفكره المجنونه جت اديت كهربا بقى هداف دوري افريقي. الاولمبي عنده بدايه امم افريقيا اللي اتأهل اولمبياد باريس. هو ده اللي عنده الموضوع صعب. يعني لعيبته ميكيلي اللعيبه والتجميعه والانسجام. انت لما هتيجي تفكر تقول هاخد من المجموعه دي حد يضعهم فوق مش هتطور غير ابراهيم عادل بس. مش هتلاقي غير ابراهيم عادل بس. ولو هتضم اسماء تكمله. تكمله الصوره. اما يلعب ويبقى متواجد ابراهيم عادل بس. مفيش تاني. يعني مش متوقع انه يقدر ينافس على بطوله افريقيا او خلينا بلاش ينافس يتاهل على الاقل اولمبياد باريس. يتاهل بس 60 40. في معاناه يعني. معلش. خلينا واقعيين. احنا بندعم بقلوبنا وبنقول احنا واقفين بس في فرق ما يكون اللي انت بتثق فيه بتقول له انا واثق فيك 150% غير ما تقول له انا واثق منك 60%. انا لما كنت بقى النادي الاهلي موجود وهو بيلعب كل الناس قالت لك انا واثق تركيزي وادائي في الوداد 1000000%. الثقه دي بقى نابعه مننا ومن اللعيبه ومن الجهاز ومن كل حاجه. اللعيبه نفسها بقى من المباريات الوديه اللي بتلعبها انا ببقى ايجابي. زي ماتش سهل كوت ديفوار اللي لعبته. الشكل العام انك تبقى مسيطر ومد دعم من هنا قبل ما تسافر انك هتحقق حاجه معينه بقول لك 60 40. ما عجبكش او ما اخترتش من منتخب مصر الاولمبي غير لاعب واحد بس شايف ان هو اللي يصلح انه ممكن يكون في ليفل اعلى؟ عايزين شغل منتخب مصر اللي كان مع كابتن شوقي اللي هو لاعب اولمبياد طوكيو ده. لا
انت بتتكلم عن حاجه وحاجه بتاع الكابتن شوقي. ايه الفرق يعني؟ انت بتتكلم في مصطفى محمد وبتتكلم في رمضان صبحي وبتتكلم في ناصر ماهر وبتتكلم في بيكهام وبتتكلم في محمد عبد المنعم، بتتكلم في كلهم دلوقتي الدوري الممتاز كلهم بيلعبوا. ما هو ما كانوش كده ساعتها يعني، هو لولا مستر موسيماني طلع اكرم توفيق في الحته اليمين ما كانش اكرم نور قوي كده زي ما منور مع موسيماني مثلا يعني. حصل حدث امام عاشور مع او عبد، معلش، عبد المنعم قبل بيختاروا كيروش في منتخب مصر في بطوله افريقيا نص مصر ما كانش عارف مين مع محمد عبد المنعم. كويس قوي، بس انت لما اديتني لقيتني لعبتني بكرايت على حساب اكرم ان كان عنده اصابه، واما اتعور حجازي لعبت عمر كمال عبد الواحد ودخلت محمد عبد المنعم ليبرو. اجادلك في المكانين العجينه اللي تقدر تتشكل زي ما انت عايز. أيوه. وهو دلوقتي على المستوى التصاعدي بيزيد، واضح احسن سيرد باك في مصر واحسن سيرد باك في افريقيا. ليبرو مساك واحسن لعيب في مصر موسم 22 23 محمد عبد المنعم. أيوه. رغم ان هو مدافع، ما هو ده الجديد. أيوه. امكانياتي واسلوبي، اما كوليبالي يقف معاه بتاع السنغال ويتكلم معاه. صحيح. في ناس تفهم الكلام غلط، لا الراجل فاهم صح. أيوه. تدينه والتزامه واسلوبه وقلة ظهوره على مستوى القنوات المرئية أو المسموعة أو السوشيال ميديا مخلي الراجل واصل في حتة معينة إن أنا مركز وبس. صحيح. فأنت الأداء بتاع فرقة الكابتن شوقي، طاهر وفتوح ورمضان ومصطفى محمد ونصر ماهر ونصر منسي وعبد المنعم، لا كتير كتير لعيبة كتير. يعني مفيش حد بيتولد نجم، لكن في النهايه محدش عارف ممكن الدنيا تروح لفين، وكتير من اللعيبه قعدوا يمكن 23 و24 و25 سنه بيلعبوا كوره ومحدش يعرف عنهم، ومره واحده بقوا من اهم الاسماء والنجوم. مش هقول اسماء عشان محدش يزعل مني، التزامك بس دي اهم لكن حاجه. لكن صحيح، وربنا ساعات بيسبب الاسباب وطبعا في فرصه او نقله محدش دايما بيبقى عامل حسابها او متوقعها، لكن بتيجي تغير من الامر الواقع بشكل كبير. على مستوى الاوروبي يا ابو حميد، ايوه، اما جارديولا عنده لاعب بس انا مش عارف اسمه، اما جه هيلعب جنب ميسي قال له انت هيحصل لك شرف انك تلعب جنب ميسي. هو اللي احرز الهدف اللي خده في البطوله. ايوه، في حاجات مجموعه. صحيح. حاجات انت تبقى جاهز، واما تجي لك الفرصه امسك فيها ما تسيبهاش. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الاولمبي، هنتابع طبعا معاكم مع بدايه الاسبوع اللي جاي بدايه مشواره في بطوله افريقيا اللي في المغرب واللي بتاهل لاولمبياد باريس، ونتمنى التوفيق طبعا لمستر روجيرو ميكالي مدرب صاحب خبرات كبيره، نتمنى انه يحدث الفارق مع منتخبنا الاولمبي. بشكرك كابتن عمرو حبيبي، ببارك لك مره ثانيه، مبروك ال11، نورت الدنيا. عايزين الباقيين بقى ان شاء الله باذن ال12 هنتكلم في ال12 سباعيه الاول الموسم ده، بعد كده ان شاء الله نتكلم في ال12 ان شاء الله باذن الله. نورت الدنيا كابتن عمرو حديدي، طبعا نجم النادي الاهلي كان ضيفنا النهارده، نسعد بيك دايما وتشرفنا في السادسه. حبيبي يا حميد، ربنا يخليك. بشكركم على المتابعه، تحياتي ليكم. بكره حلقه خاصه جدا هنتكلم فيها على ميركاتو ساخن او بدا ساخن جدا طبعا على المستوى الاوروبي، احنا لسه عندنا الموسم ممتد، نتمنى ان شاء الله تستمتعوا بيها. بشكركم على المتابعه مره ثانيه وتحياتي ليكم.